كتابة الجواب الدار البيضاء كانت في إطار تهيئ المؤتمر اللي غادي ينعقد قريبا. انضمت هذه الأمسية مع الكتاب الأقاليم وكتاب الفروع ولكن مع باقي الاتحادات والاتحاديين في الدار البيضاء عن طريق الاتصال عن بعد نظرا للحالة الوبائية اللي كان عارفها المغرب. سيقدم اليوم للإخوات والإخوة ثلاث أوراق. الأولى تتعلق بعرض أو تقديم الورقة السياسية التي صدقت عليها اللجنة التحضيرية وتقديم كذلك للورقة التنظيمية التي صدقت عليها اللجنة وكذلك الورقة أو الآليات كيفية انتخاب المؤتمرين. أنا كلفوني الإخوان بأن أقدم الورقة التي صدقت عليها اللجنة والمتعلقة بالشق التنظيمي، ليس لا القانون التنظيمي، ليس لا القانون الداخلي ولا القانون الأساسي، وإنما الورقة التي تهيئ الفكر كيف سيتعامل الاتحاديون والاتحاديات مع الوضعية التنظيمية في إطار التحولات التي يعرفها بلادنا السياسية والمجتمعية وغيرها. وقد أنججت اللجنة وثيقة مهمة هي التي ستعرض اليوم على الإخوان والأخوات لتكون موضوع نقاش.